باش دير بوست عليا وتعايرني فيه ماشي مشكل، نقدر ندوزها، ولكن باش تحط سكرين ديال الانستوري كدير هذاك العام وتقول لهم فضيحة عصر بامو، اللي بغى يشوف الفيديو تعبونا ليا. مش مرتاح؟ واش انت نورمال في العقل ديالك؟ بغيت نشكر كاع الناس اللي كيدافو عليا ديما في لي كومونتير وداكشي، شكرا الله يحفظكم، ميرسي ميرسي ميرسي، عمرني ما نسى هادشي كامل اللي كتقولوا عليا والله. عرفتي المشكلة اللي كيصدمك كثر هما البنات، تيبقاو يعايروا لك الجسم ديالك البنات اصاحبي، تخيل بنت تعير بنت. الا جيت ندوي في هادشي ما غنسكتش، جيت ندافع على هادشي ديال الانسان تعير انسان لاخر، و especially كيعير لو فيزيك و لو كور ديالو. عايش واحد النهار اللي غندوي في هادشي بزاف، حقاش it's fucking bullying. واحد الحاجة بغيتكم تعرفوا، بان انا كنموت على الجسم ديالي، يعني يجي عندي شي واحدة دابا يقول لي شنو تبدلي، نقول ليه والو، لا منخر لا صافي، تقبلت منخري كبير كبير جدا، تقبلتو. الناس اللي متبعيني مش حال هادي عارفين بان انا كنموت على الكور ديالي، عزيز عليا، وديما كنقول لكم الدراري انا اخوكم، انا زعما تيلمون جو سي كو جو سوي بلات ودايره بحال هكا بحال الورقة، ونموت على الجسم ديالي جادوغ. وزعما كنت باغا نبين شي حاجة، راه غنبينها، راه واخا ما عنديش راه نقدر نبين بان عندي ديتاي، بنادم ما عارفوش تقدر تبين واخا ما عندكش، حنا في لي ريزو سوسيو تنساوش هاد الديتاي عافاك. ملي قلت لكم بان ما تنساوش حنا في لي ريزو سوسيو، لحقاش خاصكم تعرفوا بان الناس في هادشي توسكي انستغرام فيسبوك وداكشي، راه هما اللي كيكونترولي وليماج اللي نتوما عندكم عليهم. نقدر نختار والله العظيم اي بيرسوناليتي، بقى غير كل نهار تشوف واحد لي ستوري بواحد واحد ما عرفتش كيفاش كيديروا داكشي التخربيق، وكلكم غادي تيقوني، كلكم لحقاش انا بغيتكم نتوما تفكروا بانني هكاك، ما عرفتش فهمتوا، ما كنعرفش راه جو سو نو. غير كنعطيكم دي زيكزامبل، لحقاش انا كنعرف واحد الناس كنعرفهم ديما كنتلاقاهم بهم، ولكن انا صاحبي في لي ريزو سوسيو، انت راه ماشي نفس الانسان، علاش كدوي بهاد الطريقه، علاش كتبدل صوتك، علاش كتبدل حياتك. انا عطيتكم غير هاد ليكزامبل باش تعرفوا، باش نرجعوا لديك ستوري اللي قلت لكم الا بغيت نبين راه غنبين واخا ما عنديش، لحقاش نتوما حتى واحد فيكم ما غيعرف. شفتي ملي ما كنعرفش نشرح ويلي جو سوي ديزولي مي سي سا، سمحوا لي زعما باش ما عرفش اصلا نتوما واقيلا عارفين هادشي، عارفين بان ماشي داكشي بصح، ولكن كتنساو بان داكشي ماشي بصح، ديكو شي كتشدو شي واحد كتبقاو تشوفو سي ستوري صافي راه تعرفتو ليها ولا شيركم ويلي صافي راه عرفتو كلشي. انا جالسه كنفكر كيف زعما كيف ما انا في لي ستوري كيف ما انا فاس، والناس اللي تلاقاو بيا كاملين عرفوه، خليو دوك الناس اللي كيقولوا انا راه كنعرفها في لافاك، راه كتدخل راه ما كتشوف حتى شي واحد، كتلقى حاضره عينيه وما كتشوف حتى شي واحد. شوف اي انسان في لي ريزو سوسيو يقدر يبين راسو ظريف مربي كيدير الخير كيصور الخير انا تبين، وبرا ما كاين مخيب من داك الانسان، يقدر يكون العكس، يقدر يبان لكم شي واحد داصه في لي ستوري كيخسر الهضره، انا واعر انا هذا، الوغ كو ماشي غير الدرافات، من اطيب خلق الله مع الناس. بليز ما تقولش تي في سيرة الهضره يا رب سلامة، صافي خويا تقربي والله عطيك تمزيرة على داك البوست، اوف عييت من النفاق، عييت من الانسان والنفاق ديالو. شوف الله اقسم يمينا انت صافي صافي فهمتي صافي، عييت من النفاق عييت. واخا هكاك كنقول لكم زعما هاد الهضرة راه ما كدير فينا والو راه عادي، ولكن وحق الله اوفون اوفون اقسم بالله الا واحد تقصح كنحسو به اللي حتى واحد بتحس به، اقسم بالله والله. شي وصلت لواحد الدرجه في حياتي اللي وليت كندعي سيدي ربي كنقول يا ربي كاع الناس اللي ما كيحملونيش بغيت ندوز معاهم شي ساعه، ساعه 10 دقائق 10 دقائق غير 10 دقائق، شي مابقاش يقول ديك الهضره. تخيلوا غنقول لكم اخر حاجه، واحد الحاجه كتفرحني واخا هي خايبه ولكن كتفرحني، الناس اللي كيبقاو يقولوا داكشي كامل شاريه 4 مليون راه والله ما عندها انستغرام وهذا، اقسم بالله حتى كنفرح حقاش عارفه راسي وصلت ليها بوحدي وبلا المساعد، عارفه راسي وصلت ليها بلا ما شريت بلا ما واش انا شريت، وانا راس قرابه بدا هي 60 انا نجري لايكس وفولورز، واش انا بدي ما يدار صاحبي، واش انا باش نشري شي حاجه خاصني شهر باش نفكر نشريها وفي الاخر ما كنشريهاش ما كنشريهاش.
صافي انا كنحس براسي ارتحيت لحقاش دوت فهادشي. كنت مخنوقه بزاف لحقاش ضريت، ما نكذبش عليكم في لي كومونتير ضريت لحقاش انا بهداك ديالي مشيت نقرا لي كومونتير ضريت بزاف، ولكن ماشي مشكل الحمد لله داز هادشي صافي. وكنشكركم بزاف لحقاش صافي ما بقى والو، 4 مليون وما بقى والو، 800 ألف في يوتيوب. شك I love you. Thank you for all being there for me. Thank you.